أقدم بلديات ولاية الجلفة، فلا بعدها التاريخي ولا قربها من عاصمة الولاية شفعوا لها أن ترتقي حتى لمصافي مناطق الظل. بلدية المليليح التي تبعد عن مدينة الجلفة بخمسين كيلومتر وبعدد سكان فاق 14,000 نسمة، تتخبط في عديد المشاكل بداية من المتوسطة والتي تستوعب عددا أكبر من طاقتها الاستيعابية. بقناة أنيس تيفي في بلدية المليليحة، بالتحديد في متوسطة عمر زيان. هذه ليست متوسطة، هذه ابتدائية للبدو والرحل، أنشئت سنة 1985، تستقطب أكثر من 600 تلميذ. عدد الأقسام الوظيفيين فيها 6، واللي شاغلين كامل هم 12 قسم. عدد التلاميذ يفوق استقطاب القسم الوظيفي أكثر من 35 تلميذ، حيث يعانون التلميذ الضغط في الدراسة وعدم التركيز. نطالب والي ولاية الجلفة ومديرية التربية بالتدخل السريع وإنشاء متوسطة لفك هذا الضغط على هذه المتوسطة. شي حاب ننقل المشاكل تاع المتوسطة المليليحة اللي تعاني من الضغط، فيها 600 تلميذ والسعة نتاعها تتسع ل 400 و 300 فقط، لأنه فيها أقسام غير وظيفية تماما. لذلك نطالبوا مدير التربية ونطالبوا الوالي ونطالبوا المجلس الشعبي البلدي بإنجاز متوسطة ثانية. وغير بعيد عن المتوسطة تنقلنا إلى ما يطلق عليه اسم الملعب، والذي لا يحمل من صفات الملعب سوى الاسم. الملعب بلدية المليح الأمر كارثي. شوف الصور، عنده ربع سنين وخمسة من اللي طاح، ما كاش اللي شافيه، أي مسؤول ما كاش اللي شافيه. أنا عندنا خايفين من الأصوات اللي قاعدوا هذون، خايفين يطيحوا. عاد واحد خايف على المشر، المشر يومي تلعب هنا بال ويومي يتكفوا هنا على الحيوط. أنا خايفين ما لقينا من ديرو. هدرنا طلعنا شكينا رحنا للمير رحنا للمجالس الكل، ما كان والو. ها الحياة حابس، ما خزروناش كامل. احنا نطلبوا من مدير الشباب والرياضه يتدخلوا في الامر هذا تاع الملعب. راه مرفع عليه التجميد، ودرك في قضيه حكايه المجلس والمير باه يتحركوا، باه يتحركوا يخدموه. درك واش كنا كانوا دايرين حجه باللي راهم جامدين ومجامدين، حتى انضرب سنوات. وهذا الناس هذا الملعب لعبت فيها جيال. حنا درك باللي رفعوا عليه التجميد وراهم هضروا عليه، دوكا كاينة حاجة يتحرك المجلس هذا، الملعب كما هذا على يروح. تبقى الصورة أكبر دليل على مدى معاناة سكان هذه المنطقة.